هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. نجم ودادي يغادر الوداد رسميا. ودع النيجيري ميشيل باباتوندي لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مكونات النادي الأحمر برسالة مؤثرة، وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء أمس الأربعاء. وقال اللاعب الودادي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام: كانت السنوات التي عشتها مع فريق الوداد الرياضي رائعة، حيث لم يكن ذلك ممكنا لولا دعم النادي. وأضاف المتحدث نفسه: شكر خاص للجماهير الودادية وزملائي في الفريق وكل مكونات النادي الأحمر والمدربين الذين كانوا يثقون بي وأعطوني الفرصة للتطور كلاعب. وتابع اللاعب النيجيري: الآن حان الوقت لتجربة جديدة في مستوى مسيرتي الاحترافية. مضيفا بخصوص أنصار القلعة الحمراء أن جمهور الوداد كان مذهل للغاية في السنوات الثلاثة الماضية، لقد كان حدثا مثيرا بالنسبة له في المغرب. واختتم طوندي حديثه قائلا: للجميع في الوداد الرياضي وداعا وشكرا، سيكون النادي الأحمر دائما في قلبي. وانتهى عقد النيجيري ميشيل باباتوندي أمس الأربعاء 30 يونيو، حيث لم يتم تجديد عقده مع الفريق بسبب عدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة للوداد من طرف التونسي فوزي البنزرتي. للتواصل معي تجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام وكذلك رقمنا على الواتساب. مرحبا بالجميع. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.